السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده كده وانا ماشي في اليوم رايح اجيب شويه حاجات شفت المعرض ده، قلنا نطلع نسال على بعض اسعار الموتوسيكلات اللي موجوده في المعرض. تابع معايا بقى واوريك جميع اسعار الموتوسيكلات النهارده. ورجعنا تاني بعد الفاصل بعد ما دخلنا الاستاذ صاحب المعرض. طبعا معانا جميع اشكال الموتوسيكلات، تمام؟ هتعرف بقى اسمائهم وبعض مواصفاتهم الخفيفه وسعرهم اللي ماشي في السوق النهارده عامل ايه، والسكوترات وسواء بينيلي او زانتوس او هندي تي في اس بوكسر بالسر اللي موجود. هتسمع كل حاجه بالتفصيل من صاحب المعرض شخصيا، وهتعرف ان فيه تقسيط كاش، طريقه الدفع، طريقه الحجز، كل شيء بالتفصيل. يلا نبدا مع بعض مع اول حاجه السكوتر. معانا في البدايه كده السكوتر ده. ده اسمه ايه؟ ده سكوتر فيجوري اس 200. اس 200؟ اه فيجوري اس 200. طيب امكانياته ايه بقى؟ هو نسبه موتور 200، تمام؟ فرامل الباك قدام ورا، اوسع شويه 8 دفعه. عامل كام النهارده؟ ده سعره بيتراوح من 47.5 ل 49. تمام. والضايف؟ عندي ده 4 سلك 150، تمام؟ تعديل نازله من غير كرسي اكسدون، كرسي معدل زي ما انت شايف كده، ودواسه معدله. لو تخش كده تشوف سعره. تمام. موتور قديم، تبريد هواء، عداد عاده، اشارات، فوانيس عاده. سعره دلوقتي بيتراوح من 27 ل 28. طيب طبعا الضايف ده كده واحد بس، انا شايف موتور كبير وموتور صغير. في عندي دايو دي، تمام؟ 2 بيجو، موتور كبير، تمام، عامله نفس برضو فئه اللي هي الدايو سيلك، تمام. سعرها برضو بتراوح من 26.5 ل 28. تمام. في دايو عندي عين سخنه، موتور قديم حف موديل 19، تمام. تمام. تبريد هواء برضو، سعرها بتراوح من 28 ل 29. تمام. دي برضو نفس فئه الدايو سيلك، نفسها بس نازله، فرق انها شرط ان اس ال معدلة برضو تعديل. نفس السعر؟ نفس السعر برضو. تمام. ديت اللي هي دواسات التعديل. دواسات التعديل. تمام. تمام. عندي بقى دايو اللي هي ال 200. دايو 4 200 دي اللي هي الماكس برو. دايو 4 ماكس برو 200؟ 200. تمام. نازلة بعدال ديجيتال، تمام؟ ومسلمت. ورمي الباكي من قدام، تمام؟ وقعدة ورا. تمام. موتور 200 تقريبا كام بقى؟ دي سعرها بتروح من 27.5 ل 28.5 ل 29. تمام. ده الهوجن جامبو؟ دي عندي هوجن 200 مصري، مش سترول. الاتش جي. الاتش جي عداد عادة، وفي عندي عداد ديجيتال. تقريبا كام؟ تروح سعرها من 27.700 ل 28.5. يعني تقريبا كده الاغلى سعر واحد. الاغلى اللي هي العادة. تمام. دي 200؟ لا ده 150 الموتور الكبير. تمام. هوجن اتش جي 150 الموتور الكبير. نفس السعر ولا في اختلاف؟ سعرها تروح من 27 ل 28. ده الفلامينجو؟ هوجن فلامينجو 150، فرامل عاده، تمام؟ خلفي عاده خلفي، عداد ديجيتال، فوانيس ليد برضه، طبعا مستوى معدل، سعرها بتروح زي الثاني، زي الهوجن 150 اتش جي. تمام. دي نفسها، دي الهوجن جامبو نفسها ولا؟ هوجن برضه كبير. دي هوجن 150 اتش جي جامبو، موتور كينج بس مش استرونج. كينج اتش جي مش استرونج. تمام. هي نفس المواصفات الثانيه بس الفكره بين دي ودي ان ده موتور مصري مش استرونج. تمام. شاسيه مصري برضه. والسعر؟ السعر بتاعه تروح من 27.5 ل 28، 28.5. اللي بعدها ديت دي هوجن اكسبريس شطرنج. جولد اوين. موتور 200 تمام، فوانيس ليد برضه، اعداد ديجيتال، فرامل الباكي من قدام وورا. سعرها برضه هتروح من 27.5 ل 29 28.5. تمام. ده البوكسر الهندي. بوكسر هندي 5 غيار موديل 23، تمام. اسعاره هتروح من 40 ل 41. العاده والاكس؟ العاده والاكس، الاكس دي ل 21. سعرها برضه اقل شويه 39.5 كده حتى 40. تمام. والتي في اس؟ عندي التي في اس برضه هندي 150، تمام. سعرها تروح من 31.5 ل 32.5. تمام.
في جوري بقى في فيجوري بوكسر سيني تمام لازم بديها 26 موتور 150 مره ده بعيد هوا فرامل عادة قدام ورا فرامل ورا عادة قدام باكي تمام تمام سعرها من 31.5 ل 32.5 يعني كده البوكسر والتي في اس والفيجوري الثلاثه جنب بعض نفس الستايل نفس الشكل بس كل شركه لها تصميم وليها موتور تمام الدور 40 عندي بقى الدور 40 جي موديل 21 سعرها تروح من 27 ل 28 تمام دي مثلا حول يوكي حوا تمام بي اكس 150 فرامل الباك قدام ورا فرامل سيل تعدي تمام اعتاد عادة سعرها دلوقتي بتروح من 24 ل 24.5 25 ده يعتبر اقل مكنه لغايه دلوقتي دي اقل مكنه موجوده اللي جنبها الهوجن 3 عندي الهوجن 3 بس دي اعتاد ديجيتال فرامل باكن وعندي هوجن 3 اعتاد عادة فرامل عادة تمام سعرها دلوقتي بتروح من 26.5 27 حسب مواصفاتها حسب امكانياتها طبعا كلها واحد كل ما المكنه ديجيتال وفرامل كلها ما تبقى اغلى في السعر تمام وده 2 عندي الدوي 2 جي 24.5 باك مود مع دوره بس دي هو دي هو نفس السعر ولا اغلى 2 جي 25 تمام نلف لحظه ثانيه والريس الصيني عندي ريس 200 تمام تمام 200 اور موتور ده 200 عامله المركز لسه نازله من كام شهر من شهرين ثلاثه تقريبا تمام سعرها دلوقتي في السوق بيتراوح من 52 ل 53.5 تمام انت بتقول تو ايسل تمام عدد عاده فرامل عاده قدام ورا مظبوط تمام تبريد هواء موتور 150 سي سي المكنه دي سعرها تراوح دلوقتي من 24 ل 26 على حسب برضو كل واحد ما هو واخد شغل تمام عندنا ال اف 250 عندي اف 250 الشكل الجديد تمام كان في منها بينزل شكل قديم شويه ده الاحدث ده 250 تمام فرامل الباك قدام ورا المكنه عدت ديجيتال تمام او نزلت اشارات ليد برضه سعرها دلوقتي بيتراوح من 40.5 ل 42 تمام 40.5 42 اللي بعدها في فيجوري في ال ام تمام دي نازله بديل للبنيلي في ال بس نازله في جوري تمام مظبوط صح سعرها حاليا دلوقتي 41 او 42 يعني من 41 ل 42 واللي بعدها عندي الار كي ام 250 سي سي مكنه جديده برضه لسه نازله تصميم جديد عامله من 47.5 ل 49 ده المساعد المقلوب صح وعدد ديجيتال باك ورا وقدام بالظبط تبريد زيت تمام دي الفيجوري 6 فيجوري 6 200 بدل الدو 6 200 بس هي نفس كل حاجه نفس الموتور الدو 6 كل حاجه بس التصميم بس هو المكتوب في جوري تمام تبريد هواء برده مش زيت تمام تعمل لها كام دي؟ المكنه دي تعمل لها دلوقتي 41.5 42 تمام واللي بعدها ال اف 250 ده في 250 سلك دي هوجن في 250 سلك تمام موتور 250 برضه ده الشكل القديم الشكل القديم سعرها من 39.5 ل 41 تمام اللي فوق بقى في حاجات عاليه فوق ما هي الفي ال ام البيضه دي زي الفي ال ام 200 اللي هو دي الفيجوري في ال ام البيضه اللي في النص واللي جنبها هوجن ال 250 سعرها تراوح دلوقتي من 40.5 ل 41.5 واللي جنبها الفجوري بي 200 تمام المكنه دي عامله حاليا من 42 ل 43 طب دي الفي ار 200 يعني واحده اللي هي اول واحده مش الفي ار دي في ار 200 في ار 200 بتاع الفجوري 200 تمام تمام طيب والسكوتر برضو السعر ده على حسب اليوم يعني الدنيا كل يوم بسعر الاسعار مش ثابته زي ما حضرتك فاهم اكيد لا ده سعر النهارده ده سعر الاسعار دي احنا بنتكلم في سعر النهارده والمارينو عندي المارينو كلاسيك ده تمام السكوتر ده كويس قوي الحمد لله معايا سوق حلو فيه اسعاره دلوقتي من 36 ل 37 تمام في بقى ورا كده خالص بين ال تي ان تي عندي تي ان تي 150 انجكشن تمام المكنه دي دلوقتي سعرها بيتراوح في السوق من يعني من 56.5 ل 58000 تمام تي ان تي 150 وفي جنبها زانتوس 155
سعرها تيجي نجيبها من برا؟ تعال تعال من برا كده. سنتوس 155 تمام. ديلي 1 ديلي 1 سعرها بيتراوح دلوقتي من 56 من 66 ونص ل 68 ألف. 66 ل 68 اه. والفيجور اللي جنبها؟ الفيجور ال 200 دي بتعمل دلوقتي 43 43 تمام. فينا بقى حاجة جديدة؟ طب الوينج عاملة كام؟ الوينج بيبدأ من 27 28 ونص على حسب بقى لو هي سلك او جنت 150 او 200 تمام. طيب ما في عندنا بقى تروسيكلات بالمرة؟ عندي تروسيكل بي ان حوا جي ام سي ابو حوا جي ام جي 190 سي ام جي 6 اكتوبر تمام. اسعاري عندي كده تروسيكلات من 43 ل 48 43 لغايه 48 ده تروسيكل. والحته البلسر دي؟ البلسر دي 180 موديل 23 الشكل القديم برضه تمام. سعرها دلوقتي في السوق يعني بتراوح من 860 ل 69 ونص 70 تمام. والار 8؟ ار 8 من 34 ل 35 34 ل 35 اه تمام يا سيد. اتفضل يا جدع. ده كده تقريبا اغلب المكن اللي موجود في السوق صح؟ اغلب الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق ده باسعار جميع انواع الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق حاليا عندي تمام. واسعار طبعا زي ما من اسعار ومن موديلات ومن اشكال ومن جميع المنتجات الحمد لله بفضل الله سكوتر او موتوسيكل او تروسيكل متاح عندنا. طيب صندوق ومتجمع ولا متجمع بس؟ اللي بيحتاج صندوق بنديله صندوق، اللي محتاج مجمع زي ما حضرتك شايف كده بنديله مفيش مشكله تمام. في قسط وكاش؟ عندي تقسيط وعندي كاش برضه في نفس الوقت. توكلنا على الله. ماشي يا سيد حبيبي، تشرفيني والله. حبيبي ربنا يبارك في عمرك. تسلم يا جدع.